علشان كده أول لما بدأت الدولة تلتفت إلى طلبات واستغاثات العالقين من الشرايح دي، ابتدينا نشوف 5 رحلات لمصر الطيران راحت في المملكة العربية السعودية، راحت الدمام والرياض وجدة وأبها، وابتدت إن هي ترجع العالقين من المعتمرين اللي راحوا يعملوا عمرة ومش عارفين يرجعوا، أو اللي راحوا زيارات ومش عارفين يرجعوا. وبعدين لقينا الدولة بترسل أيضا طيارات مصرية للكويت، 5 رحلات تجيب العالقين اللي هم كانوا معهم تأشيرات زيارة وحالات استثنائية عشان أيضا نرجعهم. وبعدين الناس شافوا الدولة أيضا بترسل طيارات في لفرنسا والإنجلترا وأخيرا الولايات المتحدة الأمريكية. إنما زي ما دولة الرئيس عرض في مؤتمره الصحفي وتكلم وقال إنه كان دايما الناس اللي بتوصل دي بيحصل لهم نوع من أنواع التحليل فور وصولهم، عشان كمان إحنا لازم نتأكد من سلامتهم حفاظا على عليهم هم نفسهم وحفاظا على أسرهم وحفاظا على الدولة بشكل عام. وكان الناس دي المفروض إن هي تلتزم إن هي تقعد 14 يوم في بيوتها، ولكن زي ما دولة الرئيس عرض إنه الناس الحقيقة ما التزمت، وده اللي خلى الدولة تفكر إن هي تعمل عزل صحي لهؤلاء العائدين أو العالقين عشان برضو نفس الغرض في المحافظة عليهم وعلى أسرهم. فابتدينا نضع العالقين، ومتهيألي يعني على يوم الحد العالقين اللي جايين من فرنسا وانجلترا خلاص بيسيبوا فندق ميريديان، خلصوا فترة العزل الصحي بتاعهم، والولايات المتحدة الأمريكية اللي موجودين حاليا في مرسى علم متهيألي نخلص. طب يا فندم، احنا عندنا مشكلة تانية وبانت في الأسبوعين اللي فاتوا، اللي هم المصريين اللي الأسباب اقتصادية في عدد من الدول العربية تم ما يسمى بالتعبير تفنيشهم، اللي هو فجأة لأنه أسباب اقتصادية خلاص يا جماعة احنا مش عايزينكم تبقوا موجودين تاني، دول بيستغيثوا بيقولوا احنا عايزين نرجع، دول وضعهم ايه؟ بص يا أستاذ عمرو، كل الناس تقريبا دلوقتي عايزة ترجع. احنا عندنا فئة العالقين، عندنا الناس اللي زي ما حضرتك بتقول اتفنشت أعمالهم، وفي ناس شريحة أخرى قالوا احنا عايزين نرجع خلاص احنا مكتفين بكده. الدولة بتعطي الأولوية في هذه المرحلة للعالقين من ال5 فئات اللي شرحتهم لحضرتك، وبعد لأنه العالق ده ما عندوش مكان يبات فيه، ده ما عندكوش فلوس يكفي المدة اللي هو قاعدها، والله أعلم ده قاعد لغاية إمتى. إحنا بندي أولوية في المرحلة الراهنة للعالقين، والمرحلة المقبلة تبقى للناس اللي فعلا اتفنشت أعمالهم في الخارج. ولكن كل ده بيتعرض أمام دولة الرئيس في اللجنة لو حضرتك تفتكر. أيوة فندم، أنا بس حتى هم كلهم بيبعتولي بيقولولي إن هم مستعدين يقطعوا، يعني هم مستعدين يقطعوا تذاكرهم ومستعدين أما يجوا هنا يتم حجرهم ويدفعوا تكاليف الحجر يعني، بس هم عايزين يبقى في وسيلة إن طيارة تقدر تاخدهم وترجعهم البلد. أنا عارف إن دي من المرات القليلة اللي الناس تبقى عايزة ترجع مصر بالكمية دي لأسباب كتير احنا كلنا فاهمينها. يعني انا عايزة اقول لحضرتك انه مش بس الشريحة دي، كل الفرائح مستعدة انها تدفع، وعلى فكرة كل اللي رجع ده دفع تذاكره. ايوه انا فاهم، كل الشرايح دي اللي جاية واللي بتطلب الاستغاثات اللي بتيجي لحضرتك بتجيلي وبتيجي الاخرين وبيبعتولي وانا بتواصل معهم شخصيا. انما الفكرة انه كل الناس دلوقتي مستعدة ان هي مش بس تدفع التذاكر، انما مستعدة ايضا ان هي تدفع العزل وتدفع كل ما تطلبه الدولة عشان يتم عزلهم. طيب لغاية لما ده يحصل هل هنسيب الناس بتوعنا برا؟ مش هنسأل لغاية لما نخلص بتوع المريديان وبتوع مرسى علم ودولة الرئيس يبص على معطيات اللجنة اللي تم تشكيلها عشان نقدر نضع معايير على اساس الحالات الطارئة وعلى اساس تصريح الطيران؟ وزارة الهجرة ما سابتش الناس دول لوحدهم، عملنا مبادرة اسمها خلينا سند ليك في الخارج. وعايزة أقول لحضرتك إن كل العالقين من كل شرايح اللي ذكرتهم لحضرتك بيلاقوا من الاهتمام والمساعدة. وحدي مثال بسيط، إحنا عندنا عالقين في أفريقيا، ناس نزلوا في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، نزلوا يعملوا شغل ويحضروا مؤتمر ويحضروا اجتماعات عمل كينيا، وعندنا دار السلام. الناس دي تروح فين؟
الحقيقة ونموذج الحقيقة لازم أكلم عليه وفخورة أن أنا أكلم عليه. قداسة البابا تواصلت معاه، عندنا الكنيسة المصرية في كينيا من أروع المؤسسات اللي موجودة طبعا ودار ضيافة. قداسة البابا وجه الأسقف رئيس الكنيسة المصرية في كينيا لاستضافة هؤلاء العالقين في أفريقيا، وقالوا لهم أنتم مسؤولين مننا لغاية لما ترجعوا مصر. فالروح اللي موجودة دلوقتي في الخارج، إحنا عندنا طبعا قدرات وظروف استثنائية وقدرات استيعابية مبذولة من قبل الدولة عشان ترجع كل ولادها العالقين فيها. طب هل في خطط يا فندم لطيارات جديدة؟ يعني في طيارات جديدة هتروح تجيب الناس، لأنه في السعودية، في الكويت، في الإمارات، في أمريكا، في المصريين تعرف حضرتك طبعا وحضرتك أدرى مني موجودين في كل مكان. هل في موجات جديدة لإعادة المصريين؟ لأنه مثلا ساعات كمان بنسمع عن طيارات بتروح مثلا يعني مليانة وترجع فاضية أو كده، يعني أقصد يعني يا ريت نستغل كل الطيارات وهي رايحة وجاية تبقى رايحة مليانة وراجعة مليانة. يعني بص يا أستاذ عمرو، اللجنة الوطنية اللي كنت كلمت حضرتك عليها قبل كده دي لجنة مشكلة من الهجرة والخارجية والصحة والطيران برئاسة دولة رئيس الوزراء. والحقيقة احنا شايفين كل الخريطة، والسفارات والقنصليات فعلا جابت كل الأعداد العالقين اللي موجودين في كل الدول اللي حضرتك ذكرتها. في شريحة أخرى أحب برضو أن أنا أتكلم عليها، شريحة اللي راحوا شهر عسل في بالي وفي جزر المالديف والحتة دي. يعني مع احترامي دول آخر أحزاننا يعني. لا أنا أسف، مع احترامي لحضرتك دول أول أحزاننا، وهقول لحضرتك ليه. لأنه الناس دي مش دايما الناس فاكرة دول ناس حوشوا النقوط بتاعهم وحوشوا المصدر. يا فندم ولكن عددهم مش ضخم. لا يا فندم، لا يا فندم، عددهم ضخم. احنا عندنا في المالديف وصلوا لمية وفوق المية، في مية كانوا بيعملوا شهر عسل في المالديف. ايوه يا فندم. والناس دول ليه انا بقى مختلفة مع حضرتك في الرأي ان دول اخر يعني ناس نفكر فيهم؟ لان دول موجودين في جزر، والجزر دي ما فيهاش خدمات طبية، الاوتيلات بتقفل، قاعدين هم ولا حاجه حواليهم. فالناس دي لا، احنا لازم نبص لهم ولازم نهتم بيهم. وعايزه اقول لحضرتك انه العالقين في الخارج ده شان داخلي لمصر، لان كل واحد من دول امه وابوه هنا داخل الدوله هيموتوا ان هم يرجعوهم. فاحنا بنبص لكل الشرايح بمنتهى الاهميه ومنتهى الجده وزي الجديه، وزي ما قلت لحضرتك اللجنه المشكله برئاسه دوله رئيس الوزراء احنا بنحط كل المعطيات قدام دوله الرئيس. طب يعني انا فاهم يا فندم، هل في اي خطط لطيارات جديده في الفتره اللي جايه؟ ما اقدرش اقول لحضرتك، لانه ان شاء الله دوله رئيس الوزراء هو اللي هيقوم بالاعلان عن ذلك. ولكن اللي اقدر اقوله انه هذه اللجنه بتعمل تحت رئاسته وبنعطيه كل المعطيات، وان شاء الله خير. باكد ان الدوله مش هتنسى اولادها في الخارج. اكيد يا فندم، لا ده باين من الاول يعني، وفي نشاط واضح ومحترم. شكرا لحضرتك فندم. العفو. شكرا لك.